اسمي هبة وعمري 30 سنة، أم لبنت وولد. بلشت شغل في الكيك من 4 سنين تقريبا، وكان صراحة صدفة، ما كان في بالي أبدا المشروع هذا. كنت عاملة عيد ميلاد لبنتي وكانت رح تطبق السنة، وعملت لها سفرة عيد ميلاد. نزلت أنا صور الكيك والحلويات اللي أنا عملتها من باب إنه هيك يعني أفرجي إنه بس إنه تصوير عادي يعني. ففجأة شوي هيك ولا صاروا الناس يبعثوا لي قديش حق الدونات، قديش حق الكيك، قديش بتبيعي، هيك أسئلة يعني كانت. فأنا تفاجأت يعني صراحة، أنا ما كان ببالي أبدا هذا المشروع يعني وهذا الموضوع إني أشتغل فيه. فحكيت هيك مع حالي إنه ليش ما أبلش، ليش ما أجرب يعني، ممكن تنجح ممكن لا يعني، بس المهم الواحد يجرب بالنهاية يعني. بلشت أول شيء عملت صفحة على الفيسبوك اسمها دوناتيلا كب كيك، وبلشت أعرض صور للدونات، بلشت شغل بالدونات يعني. الحمد لله صار في إقبال كتير كبير والناس تطلب مني وكان فيدباك كتير عالي وكبير. أكتر جملة كانت تنحكالي إنه كتير بشهي، كتير خفيف، أزكى من المحلات. فهذا الشيء أعطاني دعم إني أكمل وأجرب كمان أصناف تانية، ليش ما أبلش يعني أعمل أصناف تانية غير الدونات. فبلشت بالكيك. الصراحة أنا ما عندي خبرة بالمرة، ما كان عندي أبداً أي خبرة في مجال الكيك والحلويات يعني. فتحت على اليوتيوب، تعلمت شوي باليوتيوب، حضرت فيديوهات كيف طريقة خبز الكيك، الحشو، الحشوات المختلفة يعني، أخذت شوي فكرة عن الحلويات على اليوتيوب. أنا بقعد أزين كيكة تزيين فقط بدون خبيز أقل شيء 3 ساعات، ما بحس بالوقت قد ما أنا مبسوطة ومستمتعة فيه يعني. فبعد هيك كانت كهواية عادي يعني، إضافة هيك إلي بوقت فراغي أشتغل يعني، ما كان إشي أساسي عندي. بكورونا شوي الشغل وقف الحمد لله رب العالمين، زوجي خسر المحل وما ضل غير مشروعي دوناتيلا كب كيك. كانت وقتها ما في ديليفري وما في تواصل يعني غير أونلاين. بعد ما فتح شوي بلش توصيل يعني، سمحوا للديليفري يوصلوا من البيوت. الحمد لله صار في مجال إني أنا أشتغل كيك، طلبوا مني كتير. اللي بميزني عن غيري أنا حشوات الكيك. حشوات الكيك يعني الصراحة بهتم فيها كتير. الكيك نفسه السبونج بيكون خفيف، مش دسم كتير، سواء شوكولاتة أو فانيلا. الكيك نفسه بيكون جوسي مش ناشف. الحشوة بهتم فيها كتير يعني، إنه مش إشي خفيف أو بسيط يعني، إنه تحسي حالك بتاكلي وبحشوة يعني، تحسي بطعم الحشوة منيح يعني. طموحي لقدام صراحة إني أكبر الباكج هاد، يكون أكبر العدد، أكبر أفتح محل. تصميم معين في بالي كتير حابة أعمله صراحة يعني، في تصميم غير عن المحلات كلها وغير عن التقليد اللي إحنا بنشوفه في محلات الكيك. حابة كتير يكون فيه زاوية للتصوير، زاوية لحفلات الأطفال، أعياد الميلاد، للمناسبات. ويعني صراحة أكتر إشي حبيته إنه أنشهر أكتر من هيك والناس كلها تعرفني ويجربوا الشغل اللي أنا بشتغله ويشوفوا قديش هو كتير طيب صراحة، وأزكى طبعاً بكتير من المحلات. فيعني أنا بشتغله من الألف للياء بكل أدق تفاصيل لإله يعني، بشوي شوي شوي، مش بعجلة، مش إني بدي أخلص بس، لا بالعكس بكون كتير مبسوطة ومن كل قلبي بشتغل الحمد لله يعني.